لزملاء محمود القاضي ونجوى سيف النصر، وهنتكلم عن التخلق بأخلاق القرآن الكريم. نروح معاكم للتقرير وارجعوا لي عشان نتابع معاكم فقرتنا الثانية النهارده. تم عقد ندوة بعنوان التخلق بأخلاق القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج. وتأتي الفاعلية ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية، والتي من أهدافها الرئيسية تقديم كل ما يفيد الإنسان ويبني الأوطان. طبعا بنشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه على اطلاق مبادره بدايه. احنا كنا شايفين ان مصر ماشيه على تنميه الاماكن والبلاد الاكثر فقرا، مبادره حياه كريمه، وكان ناس كتير بتتكلم فين دور الانسان، ورغم ان حياه كريمه كانت شغاله برضو على بناء الانسان المصري، بس كان من اهتمام القياده السياسيه ان هي تطلق مبادره كامله لبناء الانسان المصري، واطلقت مبادره بدايه. كنا احنا في جامعه سوهاج باسم طلاب من اجل مصر شاركنا من فتره، وافتتحنا المبادره بمسيره حاشده داخل الجامعه لغايه الملاعب، وعملنا يوم رياضي ضخم. النهارده طبعا احنا بنتشرف وجودنا في المنطقه الازهريه بمحافظه سوهاج بدعوه كريمه من فضيله الشيخ احمد حمادي. واحنا كطلاب من اجل مصر بنحب ان احنا نشارك طبعا في الحاجات الخارجيه كطلب الجامعه، بيبقى لنا دور مجتمعي. النهارده المبادره بتتكلم عن بناء الانسان، وان الانسان يبقى عنده امل، والمنصه الكريمه كانت بتتكلم برضو عن اهميه الجهد والاجتهاد، وان ازاي الانسان يقدر يبني نفسه بنفسه، وان احنا نقدر كلنا نبدا بدايه جديده ان شاء الله. كل المؤسسات الحكوميه بتتبارى انها تشارك في مبادره فخامه الرئيس، مبادره بدايه، واحنا دشنا هذه المبادره الاسبوع اللي فات بحضور معالي الوزير الدكتور حسان النعماني وبضياف نخبه اصلا من ضيوف الازهر. النهارده جايين بدعوه كريمه من الدكتور احمد حمادي للمشاركه في تدشين المبادره في داخل المنطقة الأزهرية بسوهاج. الحقيقة معايا فريق من أسرة طلاب من أجل مصر، جينا هنا وشاركنا في أحداث الندوة، ألقينا كلمة، وعينا الشباب عن المبادرة وأهمية المبادرة والأفكار التي تدور حولها المبادرة. شاهدنا معكم اليوم من داخل المنطقة المركزية للأزهر الشريف بمحافظة سوهاج فعالية جديدة لبداية لبناء الإنسان، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنت معكم نجوى سيف النصر، محمود القاضي، طيبة.